هل الصلاة لما الواحد يصلي دماغه مخه عقله يتغير ولا يبقى كما هو؟ جسمه هل بيتغير ولا لا؟ فسوينا تجربة والتجربة كالآتي. So we're going to go over, I'm just going to show you what the scanner room looks like. طبعا ايش الاسلوب حقهم للسكان؟ بحطوا ماده راديو اكتيف في الجسم في الدم، الماده دي هي اللي بتمشي في البلد سيركيليشن وبعدين تطلع المخ. سويت ما يسمى بالبرين سكان، عملت سكان على المخ، حطوك في جهاز وبعدين تجلس فيه ساعه الا ربع، يعملوا لك سكان للمخ بالكامل وبعدين يطلعوا لك زي الاكس راي حق الرئه، يطلع لك اكس راي للمخ. وبعدين صليت صلاة غير خاشعة، يعني حرصت أني أصلي بسرعة وأفكر في أي شيء، أفكر في الأكل ولا في خواطر ولا في شيء، يعني الصلاة اللي هي مع الأسف كثير مننا بما فيهم أنا بنصليها بشكل يومي، الصلاة الروتينية الواحد بصليها وهو مستعجل، تطلق عليها صلاة بدون خشوع. وبعدين حيسوي سكان عشان يشوفوا المخ ويشوفوا الفرق، هل في فرق؟ أول شيء أنه الصلاة اللي بدون خشوع ما غيرت شيء في الدماغ، يعني تشوف دماغي شوفوا قبل وبعد حتلاقوا ما صار تغيير، دماغي قبل الصلاة دماغي بعد الصلاة هي لم تغير شيء، الصلاة السريعة. لذلك لما دخل الصحابي على المسجد وصلى ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال صلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، صلي فإنك لم تصلي، اللي سويته ده ما 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 سوى شيء في هذا المعنى، هذا الفحوى. It's not doing a whole lot in the brain. It's not activating the brain in a really substantial way. There's no areas that really are kind of turning on a lot or turning off a lot. وبعدين سويت صلاة بخشوع أو بقدر ما أستطيع من الخشوع. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عشان تكون صلاة خاشعة قلت الكاميرات تطلع فصورتني بس في الركعة الأولى، وسويت برين سكان تاني للعقل علشان نشوف الفرق، هل العقل يتغير بسبب الصلاة أم لا. النتائج فاجأ طبعا الدكتور أصلا كمان اتفاجأ من النتائج. أولا أنه في فرق واضح في الدماغ، تغيير جذري في عدة مناطق في الدماغ بعد الصلاة عن الدماغ قبل الصلاة. This is something that I don't think I've ever really seen before. If you look at the frontal lobe that's right next to it, that actually looks much less active than what you see in the initial. You see sort of here how you have this kind of curved area that's very intense. It's gone. قال لي قل النشاط المسؤول عن التفكير. لما يقل التفكير معناها انت قاعد تستسلم لشيء. They basically surrender themselves to the experience, to the practice, to whatever's happening to them. That they kind of feel that that their own willfulness has given way. So that's exactly what we see here. And I guess I haven't had a chance to ask you, I mean, is that what you experience when you have that sort of deeper practice of meditation? Yeah, actually, you know, our religion's name, Islam, means to surrender. Comes from istislam, which means to surrender. Yeah. So what we do in our prayer is actually trying to totally submit and surrender to God. So مالك يوم الدين هو عبارة عن استسلام لمالك هذا اليوم وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، استسلام، يستسلم أثناء الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه اهدنا الصراط المستقيم، دعوة أنه يا الله بعد ما أخلص صلاتي لما أخرج من الصلاة وأعيد تنشيط هذا الجزء الأساسي من حياة الإنسان وهو التفكر، لما أرجع أفكر في مشاكل حياتي وفي أموري الله سبحانه وتعالى يهدي تفكيري إلى الصراط المستقيم. So yeah, so the basal ganglia, that's very involved in our reward centers and also it seems to be involved in the feelings of compassion, but it's part of what gives you that positive feeling. قال لي زاد النشاط في منطقة في الدماغ مسؤولة عن الرحمة والعطف، هذه زاد النشاط فيها. In the name of God, the most compassionate, the most merciful. And then we say all praise to God, the Lord of the worlds.
And then we say again, the most compassionate, the most merciful. Certainly makes a lot of sense. It's very consistent with what you're doing. الرحمن الرحيم بتتكرر في كل صلاة في كل ركعة لتجسيد مفهوم الرحمة. وبالتالي هذه الرحمة لو الواحد صلى بخشوع ستتجسد في دماغه. وهذا مؤشر أن الناس الخالية من الرحمة وبيصلي 5 صلوات في اليوم يسأل نفسه صلاتك ماذا فعلت لتنشيط هذا الجزء؟ الظاهر أنها لم تنشطه. You look in particularly down in here, these areas down here have very little red. So there seems to be a fairly substantial decrease in this parietal lobe, which again, you know, is consistent with this a little bit of that loss of the sense of self, a little bit of the sense of connecting to, becoming one with. يقول لي قلت الاستقلالية وبالتالي التواصل حقك زاد. إحنا كلمة prayer عندنا اللي هي الصلاة معناها الصلة. وبالتالي المفروض صلاتي تزيدني صلة بالله. فإذا زادت صلتي في الله المفروض يقل الجزء فعلا المسؤول عن الاستقلالية وتزيد صلتي بالله سبحانه وتعالى. يا أخي والله كل الأمور تتربط في بعض. هذه هي الصلاة. That makes sense. This is what's happening in the brain here is exactly what Al-Fatiha is. The chapter of the opening of the Quran is. That's this wonderful. Is weird. عجيب والله.